عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمه وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لاجله ابدا احاديثي وبرامجي وابدا كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرتي العقائديه شيخ عشيرتنا فاطمه وعظيم عشيرتنا فاطمه وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الان معي يا زهراء واخرجوها اخرجوها من اعماق قلوبكم وحاولوا ان تقولوها دائما انها تطهر القلوب من كل القذارات الجهنميه اخرجوها من الاعماق يا زهراء يا زهراء من الاعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع ارواحكم ونفوسكم الى اعماق قلوبكم واخرجوها اخرجوها من اعماق افئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا اذا كان لكل عشيره من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائيه يا زهراء يا زهراء انتقل بكم الى الافق السادس من افاق ليله القدر انها الليله السر هذا افق اعلى انها الليله السر ما المراد من قول انها الليله السر في الافق المتقدم كانت ليله للتقدير الاكبر تمثل بالتقريب وجه الحقيقه المحمديه الى الخلق كل من عليها فان ولكن يبقى الوجه الذي اشرق على الخلق ومنه صدر الفيض يبقى يبقى الوجه الذي وصفته الايه بذي الجلال والاكرام ما المراد من ان ليله القدر في هذا الأفق في الأفق السادس هي ليلة السر سر من؟ إنه سر الله عنوان سر الله فاطمة فاطمة هي سر الله ولذا فإن الأفق السادسه من افاق ليله القدر انها فاطمه فليله القدر فاطمه انني احدثكم عن الحقيقه الفاطميه التي تتجلى في الارض بام الحسن والحسين الافق السادس افق الاسرار ولذا فان ثقافتنا العقائديه الزهرائيه تملي علينا اولا فاطمه فطمت الخلائق عن معرفتها ثانيا فاطمه ام ابيها ثالثا فاطمه كما يقول رسول الله روحي التي بين جنبي فاطمه ليله القدر والقدر هو الله عنوان لله هذا هو الذي ورد في رواياتهم من هنا قلت لكم من ان الليله هي ليله السر سر من سر الله انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر فاطمه وهي فاطمه الله الانزال هذا هو التجلي فان الله تجلى في الحقيقة المحمدية، والحقيقة الفاطمية هي وجه الحقيقة المحمدية، هذه مجالي المجالي الأعلى للحقيقة المحمدية المجلى الأول الحقيقة العلوية، والمجلى الثاني الحقيقة الفاطمية، والمجلى الثالث الحقيقة الحسنية، والمجلى الرابع الحقيقة الحسينية، الروايات التي تحدثت عن أن التكوينيات صدرت من هذه المجال السماوات بما فيها الأرض الأرض جزء يسير من السماوات السماوات بما فيها الأرض صدرت من نور فاطمة الروايات هكذا تقول الحديث عن الحقيقه الفاطميه التي هي المجلى الثاني من مجال الحقيقه المحمديه انا لست بصدد ايراد الروايات التي تناولت صدور التكوين ونشاه التكوينيات موجوده في مظانها في كتب الحديث التي نقلت لنا احاديث اهل بيت العصمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذه بديهيات في الثقافه الزهرائيه فاطمه فطمت الخلائق عن معرفتها فاطمه ام ابيها نحن نتحدث عن محمد نحن لا نتحدث عن اي احد من الخلائق هذه ام ابيها ام محمد نحن نتحدث عن وجود فاطمي يتجسد في محمد وعن وجود محمدي يتجسد في فاطمه فحينما يقول محمد صلى الله عليه واله فاطمة روح التي بين جنبي انه وجود فاطمي يتجسد في محمد وفي الوقت نفسه فإن فاطمه وجود محمدي يتجسد في فاطمه وهي ليله القدر والقدر هو الله انها ليله الله وفاطمه هي فاطمه الله فهو الفاطر سبحانه وتعالى وهي فاطمه واشتق اسمها من هذا الاسم هكذا اخبرتنا احاديثهم ورواياتهم وكلماتهم الشريفه ولا اريد ان اتتبع هذه المضامين بامكانكم ان تعودوا الى برامجي فلقد تحدثت كثيرا في هذه الموضوعات ما هو بكثير اذا اردت ان اقيسه الى ما جاء في رواياتهم واحاديثهم وادعيتهم وزياراتهم وانما اقيسه بوقتي وانما اقيسه بما تحدث عنه الاخرون فاقول من أنني تحدثت كثيرا. بالقياس إلى وقتي المحدود، بالقياس إلى إمكاناتي المحدودة، وبالقياس إلى ما تحدث عنه الآخرون، أقول من أنني تحدثت كثيرا، وإلا إذا أردت أن أقيس الأمر إلى ما جاءنا عنهم ما تحدثوا هم به صلوات الله عليهم فإنني ما تحدثت بشيء اصلا الكتاب الذي بين يدي هو تفسير فرات الكوفي انه فرات ابن ابراهيم الكوفي كان معاصرا لشيخنا الكليني من تلك الطبقه من طبقه علمائنا في الغيبه الاولى هذه الطبعه طبعه دار الكتاب الاسلامي بيروت لبنان اقرا عليكم مما جاء من حديث في الصفحه الحاديه والثمانين بعد الخمسمائه انه الحديث الثاني من احاديث سوره القدر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة، والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر عن أي ليلة يكون الحديث هنا؟ عن الليلة الترابية التي لها صورة باطنية حدثتكم عنها حينما حدثتكم عن التنزيل الذي يجري ومن أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش الروايه التي قرأتها عليكم في الحلقه الماضيه عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه تلك ليله تدرك اذا ما قرأ القارئ بالشرائط الصحيحه وبالتوجه الصحيح في كل ليلة من ليالي شهر رمضان من الليلة الأولى أن يقرأ في كل ليلة سورة الدخان مائة مرة إلى الليلة الثالثة والعشرين فإنه سيتلمس شيئا قرأت هذا عليكم أما الليلة هذه إنها الليلة الأعظم شأنا هذه الليله السر فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك ليله القدر قطعا سيدرك من هذه الليله بحسبه الذي سيدرك ما يدرك من هذه الليله هو هذا الذي سيدرك حقيقه ليله القدر في عالم التراب في عالم الدنيا حدثتكم في برامج سابقه عن المنطق النوري والمنطق الترابي تلاحظون اننا نحتاج هذا التفريق دائما حينما نريد ان نتدبر في معارف اهل البيت فهناك جانب يرتبط بالمنطق الترابي لابد ان نشخصه. وهناك جانب يرتبط دائما بالمنطق النوري، لابد ان نشخصه وبدقة فائقه وعنايه تامه وبنظره رائقه. الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول في مضمون هذه الآيه إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة، والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها فطموا قطعوا وانما سميت فاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها لا اريد ان اقرا الروايه بكاملها لانني ساضطر الى شرحها ولا املك وقتا لكنني ساذهب الى موطن الحاجه في سوره القدر جاء ذكر الروح الذي يتنزل مع الملائكه والروح المراد منه عن امامنا الصادق والروح القدس هي فاطمه فهذا الروح الروح القدس الذي يتنزل مع الملائكه مجلا من مجال الحقيقه الفاطميه والروح القدس هي فاطمه هذه الروح التي تتنزل مع الملائكه هذا تجلي القيمه في الملا الاعلى هي قيمه هناك وقيمه هنا في الملا الاسفل ولذا فان الروايات ماذا تقول من ان الروح خلق اعظم من الملائكه فحينما يسالون الائمه عن جبرائيل يقولون من ان جبرائيل من الملائكه والروح الذي يتنزل مع الملائكه خلق اعظم من الملائكه مجلا من مجال فاطمه انها القيمه قيمه على الملائكه لماذا تتنزل مع الملائكه لانها قيمه هي القيمه على ما يجري في ليله القدر ولذا فان الدين نسب اليها انه دين القيمه والروح القدس هي فاطمه ربما ورد في كتب اخرى والروح القدس في فاطمة هذا تحريف للرواية كنت ناويا أن أقرأ عليكم النص من الكتب الأخرى من تأويل الآيات الظاهرة جاء النص محرفا ومن الجزء الخامس والعشرين من بحار الأنوار جاء النص محرفا من أن روح القدس في فاطمه ومن الجزء الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني انه جامع من جوامع احاديثنا التفسيريه جاءت الروايه بنصها الصحيح وقد نقلها عن تأويل الآيات للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي لكن النسخه المتوفره من تاويل الايات طرا على الروايه تصحيف تحريف انا اتوقعه تحريف لان الذي حرفها لم يحتمل هذا المعنى من ان الروح القدس هي فاطمه وفي الحقيقة ما هي بفاطمة فاطمة إنه مجلا من مجال فاطمة وإلا فحقيقة فاطمة هي في الحقيقة الفاطمية التي هي المجلى الثاني من مجال الحقيقة المحمدية فاطمة كما يقول محمد روح التي بين جنبيه إنه تجل وانعكاس عن الحقائق الأولى لكنهم في عالم التراب يتحدثون بحسب هذا العالم فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر نذهب إلى فاصل من آثار هذا المضمون التي تظهر في عالمنا الترابي ما جاء في حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثانية والستين بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن أبي جميلة عن رفاعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها من جهة التقدير. مر علينا في الحلقة الماضية من أن السنة المهدوية من أن السنة المعصومية تبدا من اول شهر رمضان وليله القدر هي قلب الشهر الاول من السنه المهدويه لكنها بلحاظ التقدير فهي اول السنه وهي اخرها هي اخر السنه الماضيه وهي اول السنه الاتيه هذا هو المراد الكلام هنا بلحاظ التقدير اما البدايه التاريخيه للسنه المهدويه مرادي من السنه المهدويه لا اتحدث عن سنه في زمان الظهور وإنما عن السنة المهدوية لإمام زماننا منذ أول يوم من أيام إمامته وهذا الأمر مع كل إمام من أئمتنا في أيام إمامتهم الفعلية فإن السنة في تقويمهم الخاص بهم تبدأ من أول شهر رمضان هناك امور خاصه بالمعصوم لا يعني ان الشيعه لا صله لهم بها اضرب لكم مثالا تقريبيا امامنا الصادق مثلا كنيته المشهوره ابو عبد الله هذه كنيه عامه كنيه امامنا الصادق التي يحبها ويريدها وهي الكنيه الخاصه به كنيته ابو موسى المعصوم يكنى باسم ولده المعصوم هذه الكنيه الخاصه بامامنا الصادق فامامنا الصادق كنيته الخاصه ابو موسى لان الامام المعصومه الذي هو ولده من بعده هو موسى موسى الكاظم صلوات الله عليه وهذا الامر يجري مع سائر ائمتنا اما كنيته ابو عبد الله فهي كنيه عامه السنه التي يبداون بها بشهر ربيع الاول هذه سنه عامه وان حرفت وصارت البدايه من شهر محرم فهذه سنه عامه السنه الخاصه لهم تبدا من اول شهر رمضان وليله القدر قلب شهر رمضان من جهه التقدير فان ليله القدر هي اول السنه واخر السنه اخر السنه التي مضت وهي اول السنه التي تاتي لماذا لان لليله القدر قيوميه على سائر الليالي ومن هنا عبر عنها من انها قلب شهر رمضان فمثلما لشهر رمضان قيوميه على سائر الشهور فكذلك لليله القدر قيوميه على سائر الليالي روايه اخرى تشرح المعنى بنحو اوضح انه الحديث الثاني عشر عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ليلة في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان التقدير في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان التقدير وفي ليلة احدى وعشرين القضاء والقضاء اعلى من التقدير وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها إلى مثلها إلى ليلة القدر القادمة لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه إذا أراد الله ان يغير حتى ما ابرم من الامر فان الله يغيره لان الابرام ياتي من قبل الملائكه العاملين من قبل الملائكه المشرفين الذين يشرفون على تدبير الكون وادارته ونحن عندنا في احاديثنا من ان الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابرامه الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابرامه هكذا علمنا ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اقراوا الروايه كي تشخصوا ان ليله القدر اتحدث عن ليله الثالث والعشرين من شهر رمضان لها قيوميه لانها من تجليات القيمه الكبرى الامام الصادق يقول في ليله تسعة عشرة من شهر رمضان التقدير تقدير الأمور وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها إلى ليلة القدر القادمة لله جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه هذا الامر خاضع لقانون البداء القانون الاعلى ليس هناك اعلى من قانون البداء الا ولايه المعصوم وذل كل شيء لكم قانون البداء شيء من الاشياء التي ذلت لولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اذا الافق السادس من افاق ليله القدر هي ليله السر سر الله سر الله فاطمه صلوات الله عليها هي سر الله ولذا فطمت الخلائق عن معرفتها قطعت لانها سر الله بيت جميل في منظومة الأنوار القدسية لأحد مراجع الشيعة الكبار محمد حسين الأصفهاني المعروف بالكمباني وإن كان الرجل يتأذى من هذا النسب لا يحب ان يقال عنه الكومباني على اي حال بيت جميل جدا فيه اشاره لهذا المضمون الذي اتحدث عنه حجابها يتحدث عن فاطمه حجابها حجاب فاطمه حجابها مثل حجاب الباري انها سر الله حجابها حجابها مثل حجاب الباري بارقه تذهب بالابصار بيت جميل جدا فهذه الليله هي ليله السر انه سر الله حجابها مثل حجاب الباري بارقه تذهب بالابصار كما قال امامنا الصادق في الروايه التي قراتها عليكم من تفسير فرات الكوفي الليله فاطمه والقدر هو الله وهذا هو الذي عبر عنه في سوره البينه حينما انتقل الحديث الى الدين الى التشريع الذي هو انعكاس عن التكوين الذي كنت احدثكم بخصوصه قبل قليل في الايه الخامسه بعد البسملة من سورة البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو دين الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو دين الله حنفاء حنفاء مستقيمين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إنها فاطمة صلوات الله عليها هذا هو ديننا على الأقل هذا هو ديني الذي أعتقد به لا شأن لي بكم تريدون ان تتخذوه دينا هذا امر راجع اليكم لكم دينكم ولي امامنا الباقر يقول القيمه فاطمه وهل هناك سواها وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة دين القيمة العبارة مؤنثة إنها فاطمة وذلك دين القيمة فهل يعبر عن رسول الله بأنه قيمة أم بأنه قيم وذلك دين القيمة فاطمة القيمة على الدين والدنيا القيمة على الدين وأهله وما الروح الذي يتنزل مع الملائكة في ليلة القدر وهو أعظم من الملائكة أعظم من جبرائيل وميكائيل ومن سائر الملائكة العظام إلا مجلا من مجال فاطمة مثل ما جاء في الرواية عن الصادق والروح القدس فاطمة فاطمة صلوات الله عليها مجلا من مجاليها الروح هنا يمثل مقام القيمة فهي قيمة في الملأ الأعلى وقيّمة في الملأ الأسفل هنا الآية تتحدث عن قيوميتها في الملأ الأسفل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه هذا يذكرني بحديث المعرفه بالنورانيه اقرا عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الانوار للمجلس وطبعه طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان في أول صفحة من الجزء يبدأ حديث المعرفة بالنورانية وليس بالنورانية هناك من يقرأها هكذا بالنورانية نحن لا نتحدث هنا عن المعرفة النورانية وإنما نتحدث عن الوسيلة لتحصيل المعرفة النورانية هذا حديث المعرفه بالنورانيه هذه الباء باء الواسطه نحصل المعرفه النورانيه بالطريقه النورانيه هذا هو المراد المعرفه نورانيه والوسيله نورانيه حديث المعرفه بالنورانيه شرحت هذا وفصلت الكلام فيه يمكنكم ان تعودوا الى برامجي السابقه أمير المؤمنين يقول لسلمان للمحمدي ولأبي ذر للصادق لأصدق ذي لهجة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين يقول لسلمان وأبي ذر انه لا يستكمل احد الايمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانيه بالوسيله النورانيه انه لا يستكمل احد الايمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب مراجعكم في النجف وكربلاء طرا طرا ينكرون هذا الحديث ويضعفون هذا الحديث فاعرفوا حقيقه حالهم واعرفوا سخافه تفكيرهم واعرفوا جهالتهم واعرفوا ضلال عقائدهم ولذا هم في حالة شك وارتياب في دينهم على طول الخط، صدقوني هذا هو حالهم. أنا لا أفتري عليهم، هذا هو حالهم. فأنا أعرف أحوالهم وأعرف ما يدور في كواليسهم وما يجري في دهاليزهم. والحكايات كثيرة عندي بهذا الشأن. لكنني اعود الى الحديث. امير المؤمنين يقول لسلمان وابي ذر: انه لا يستكمل احد الايمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانيه فاذا عرفني بهذه المعرفه فقد امتحن الله قلبه للايمان. وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب يا سلمان ويا جندب جندب هو اسم أبي ذر أبو ذر كنيته ولده كان اسمه ذر هو جندب تقرأ جندب وتقرأ جندب والقراءتان صحيحتان يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية هذه قاعدة ثبتوها على الورق وثبتوها في عقولكم وقلوبكم قاعده واضحه معرفتي بالنورانيه معرفه الله عز وجل ومعرفه الله عز وجل معرفتي بالنورانيه وما هي يا امير المؤمنين وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه هذه هي المعرفه بالنورانيه وذلك دين القيم انه الدين الزهرائي الاصيل هذه هي المعرفه بالنورانيه معرفه علي بالنورانيه هي معرفه الله ومعرفه الله عز وجل هي معرفه علي بالنورانيه وهو الدين الخالص ما هو هذا الدين الخالص وذلك دين القيمة القرآن في سورة الإسراء يشير إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة في الآية التاسعة بعد البسملة من سوره الاسراء ان هذا القران يهدي الى اين الى اين يهدي يهدي للتي هي اقوام ما قال يهدي للذي هو اقوام انها القيمه انها القيمه وذلك دين القيمه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إنها فاطمة هل هناك أقوم من فاطمة؟ لا يوجد أقوم من فاطمة ولذا ولذا جعلها الله ميزانا مستقيما يرضى لرضاها ويغضب لغضبها هذه هي فاطمه هذه قيمه الدين والتي ليلتها ليله القدر قيمه الليالي هي اول السنه واخرها التقدير في ليله التاسع عشر والقضاء في ليله الحادي والعشرين والابرام عند الليله القيمه في ليله الثالث والعشرين فليله القدر هذه اثار مقام القيمه في الملا الاعلى اثارها في عالمنا الترابي ان الليله التي تشير اليها ان الليله التي هي رمز لفاطمه صلوات الله عليها هي الليلة القيمة وفاطمة هي القيمة وهذا القرآن يهدي للحقيقة الأقوم إلى الميزان المستقيم إلى الميزان الذي يوزن من خلاله رضا الله ويوزن من خلاله غضب الله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها حينما ابدأ حديثي يا زهراء لأنني اريد ان ازن الحديث بالميزان المستقيم. حينما ابدأ كل شأن من شؤون حياتي التي اراها مهمة بيا زهراء لأنني اريد ان ازنها بالقسطاس المستقيم، بال ميزان المستقيم الذي هو ميزانه جل وعلا شانه فاطمه هي التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صلوات الله وسلامه عليها هذا هو القران الذي يتنزل في ليله القدر المعاني مترابطه قلت لكم هذا الكون بني على تعدد المظاهر هذه المظاهر يرتبط بعضها بالبعض الاخر ومن هنا فان التشريع ما هو بتنظيم حزبي حتى ياتي من ياتي من النسيئيين يريد ان يجعل الدين كتنظيم تقوم به دائرة البلدية حينما يتحدث النسيئيون عن التقويم القمري وعن التقويم الشمسي وكأنهم موظفون في دائرة البلدية يريدون أن ينظموا الحياة اليومية للناس خذوا التقويم الشمسي ونظموا حياتكم به كما تشاءون لكن التقويم القمري هذا امر يرتبط بشان الغيب وشان الدين. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوام. وهذا القران المرتبط بليله القدر مثلما قال امامنا الصادق من ان ليله القدر اذا رفعت رفع هذا القران هذا القران في سوره الكهف في الايه الثانيه بعد البسمله في الايه الاولى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فهذا الكتاب ما هو بكتاب معوج انه كتاب مستقيم ثم تاتي الايه الثانيه بعد البسمله قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا هذا المضمون هو هو في الايه التاسعه بعد البسمله من سوره الاسراء تعالوا كي نقرا الايه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وماذا يفعل؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فإذا ما اهتدينا إلى التي هي أقوام يبشرنا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا هنا في سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فإن الحديث عن الكتاب قيما لا زال الحديث عن الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما الكتاب كتاب قيم فماذا يفعل هذا الكتاب لينذر باسا شديدا من لدن من لدن الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إلى آخر الآيات الكتاب هنا ينذر ويبشر في هذه الآيات وهو الكتاب القيم المتنزل في ليلة القدر لكن في سورة الإسراء لأن الكتاب يتحدث عن فاطمة فليس هناك من إنذار إنها بشرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى إلى فاطمة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يبشر المؤمنين الذين اهتدوا الى الحقيقه التي هي اقوم، قد تجدون في الروايات المفسره ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يهدي الى الامام وفاطمه امام الائمه فاطمه امام الائمه فالايه لها آفاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي إلى التي نسب إليها الدين إلى القيمة وذلك دين القيمة وهذه البشرى هي التي نجدها أيضا في سورة الشورى في سورة الشورى في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه البشرى ترتبط بماذا؟ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى العنوان الاول لهذه الموده فاطمه ولذا في حديث الكساء حين سال جبرائيل سال الله عن الذين هم تحت الكساء ماذا اجابه الله؟ قال هم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها العنوان الاول للموده فاطمه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه من يقترف حسنه إنه الذي يزداد عشقا وتسليما ومعرفة لهم لفاطمة وآل فاطمة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور هناك بشرى في كل موطن تكون الإشارة فيه الى فاطمه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى هذا في سوره الشورى وفي سوره الاسراء ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم هي اقوام وماذا في سوره القدر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وسلام هي بشرى سلام هي حتى مطلع الفجر وهنا الكتاب القيم قيما لينذر باسا شديدا من لدنه اولئك الذين يكونون في جهه غضب فاطمه اما الذين يكونون في جهه رضا فاطمه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماذا نقرا في حديث المعرفه بالنورانيه قرانا وهو الدين الخالص وذلك دين القيمه ونقرا ايضا في الصفحه الثالثه من الجزء نفسه من الجزء السادس والعشرين من بحار الانوار من الحديث نفسه من الحديث الشريف من حديث المعرفه بالنورانيه أمير المؤمنين يقول: وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، فاطمة هي روح محمد التي بين جنبي وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد يمكننا أن نقول تعويضا بنفس المعنى بنفس الدلالة وأولنا علي وأوسطنا علي وآخرنا علي وبنفس الدلالة أيضا نقول وأولنا فاطمة وأوسطنا فاطمة وآخرنا فاطمة يستمر الأمير في كلامه فمن استكمل معرفتي فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيم هذا كلام امير المؤمنين زبده القول هذا واولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمه دين القيمه فاطمه وليله القدر هي الليله القيمه على سائر الليالي لانها تشير الى فاطمه لانها من رموز فاطمه في عالمنا الترابي ماذا نقرا في سوره الروم في سوره الروم في الايه الثلاثين من سوره الروم في الايه الثلاثين بعد البسمله فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها مر علينا في سوره البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء جمع لحنيف فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذه الفطرة هي من تجليات اسم الفاطر وفاطمه مشتقة من الفاطر الروايات هكذا تقول نحن لا نتحدث عن اللغه هنا الكلام ليس عن اشتقاق لغوي نحن لا نعبا باللغه وانما نعبا بمعارض كلامه اللغه نعبا بها حينما يريدون منا ان نعبا بها فهو الفاطر وشق لها اسما من الفاطر وسماها فاطمه الحديث ليس عن اشتقاق لغوي هذا اشتقاق الهي هذا اشتقاق سبحاني فاطمه مركز سر الله نحن نعبا باللغه اذا كانوا يريدون منا ان نعبا بها اما اذا حدثونا بمعارض كلامهم فلا نعبا باللغه وما قيمتها القيمه قيمه المعارض ولن نصبح فقهاء حتى نعرف معارض كلامهم هم هكذا علمونا وهكذا ادبونا وهكذا عرفونا وهكذا اخبرونا صلوات الله عليهم فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها فالفطره من مجال فاطمه ايضا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يتمسكون بلغه بدويه لا تكشف عن الحقائق الا بحدود نزره يسيره ويتركون حقائق القران وحقائق معارف العتره الطاهره لانهم يتعاملون مع كل ذلك بالقذارة التي جاؤونا بها من نواصب سقيفة بني ساعده تحت عنوان علم الرجال، تحت عنوان علم الحديث، تحت عنوان علوم القرآن، تحت عنوان القواعد الفقهية، تحت عنوان علم الأصول. تحت عنوان علم الكلام الى قائمه طويله من القذارات والجهالات والسفاهات، اتحدث عن حوزه الطوسيين، انها الحوزه اللعينه البغيضه المشؤومه التي جرت علينا الويلات، اتحدث عن ويلات الضلال والجهاله والسفاهه، عن ويلات البعد والجفاء وسوء الادب مع امام زماننا الحجة بن الحسن بسبب هؤلاء الكذابين الافاقين السفهاء الذين يقولون لنا من انهم نواب صاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الذين قبلهم كذبوا عليهم وهم كذبوا على أنفسهم ويكذبون على الذين معهم ولا زالوا يكذبون جميعا على الشيعة ويتخذون من الشيعة حميرا أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أزلع. على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر بابا ما توصل النوبة قال توصل أوه. اطمئنا تركبهم يعني مش ايش اه يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مش داعي اقول أه له تركب آه. يعني خلاقا اغمي شني خلاقا اغمي شني شني يقول حركه صدمه حقوش ديخ بعربي حقوش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه هذا هو واقع الشيعه اولئك السفهاء شوهوا الفطره الفاطميه الشيعيه بقذاراتهم منذ سنة 448 للهجره حينما اسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومه في النجف. الايه الثلاثون بعد البسملة من سوره الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا الدين القيم له قيمه بسبب هذه القيمه صار الدين قيما في السوره نفسها نقرا في الايه الثالثة والأربعين بعد البسملة فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون في الايات التي بعدها من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون اشاره واضحه للتمهيد انه التمهيد لما تريده فاطمه ففاطمه هي القيمه على الدين وامامنا الحجه بن الحسن هو القائم على الدين هذا الدين له قيمه وقائم وذلك دين القيمه وانما يصبح الدين قيما بقائم وقيمه فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فمن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين هذا التمهيد يكون في الدنيا كي يكون تمهيدا لما بعد الدنيا نمهد في الدنيا لما بعد الدنيا هذه المضامين وردت في احاديثهم ورواياتهم الشريفه انا لا احدثكم من بناة افكاري كلام امير المؤمنين واضح جدا في حديث المعرفه بالنورانيه واولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمه المضامين تترابط بشكل عجيب انه نسيج الهي عجيب تنسجم المعاني انسجاما واضحا انه بناء مرصوص من حقائق الكتاب ومعارف احاديث العتره الطاهره هذا سياخذني سياخذني الى المعاني المتدلية والمتدنية من هذه الحقائق في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض هذه السنة التي في أصلها هي ثلاثمائة وستون يوما فحجر منها ستة أيام لخلق السماوات والأرضين فماذا بقي منها ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما إنها السنة القمرية وهذه الأشهر الاثنى عشر هي الأشهر القمرية ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم الاشهر الاربعه الحرم ليس من اشهر السنه الشمسيه وان كانت السنه الشمسيه سنه الهيه ثم ماذا قال القران ذلك الدين القيم لان سيد اشهرها شهر رمضان وسيده شهر رمضان ليله القدر وليله القدر رمز لفاطمه فاطمه هي القيمه في الملا الاعلى وفي الملا الاسفل وليلتها في عالمنا الترابي وفي السنه القمرية هي القيمة على الليالي. خير من الف شهر وهي سلام هي بشرى هي نور سلام هي حتى مطلع الفجر في أحاديثهم مطلع الفجر إنه ظهور القائم. هناك ارتباط بين القيمة والقائم في كل المقامات وفي جميع الاتجاهات سلام هي, هي 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 التي يهدي إليها القرآن فإن القرآن هذا مثل ما قرأنا في سورة الإسراء يهدي للتي هي أقوى هي أقوى إنها صاحبة الدين هي 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 وذلك دين القيمه هي هي القيمه بعينها وهذا هو دينها ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم هذه شؤون الدين القيم نعود الى كلمه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيمه نذهب الى فاصل